بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يوم جديد وطبخة جديدة من مطبخ ديليش بوت. طبختنا لهذا اليوم من الدجاج السريع بالجزر. في القدر حطيت البصل المقلي الجاهز متوفر في السوبر ماركت، واللي مو متوفر عنده ممكن يقلي البصل وبعدها يضيف باقي المقادير عليه. أضفت الجزر المبشور والبهارات الصحيحة مثل اللوم الأسود، حبوب الكمون، عود دارسين، وعواد مسمار، وعليهم البهارات المطحونة الفلفل الأسود والكركم، مكعبات مرق الخضار حسب الرغبة. نضيف مقدار من الزيت ونقلب المقادير ونحمسهم على نار متوسطة لما تطلع ريحة البهارات وتذوب مكعبات الخضار في الزيت. ولما نوصل لهذه المرحلة وتملى ريحة البهارات المكان، نضيف قطع الدجاج، وفضلت استخدم اللي بدون جلد، ونحمسهم مع باقي المقادير حتى تتغلف قطع الدجاج بكل النكهات. نضيف الطماطم المبشورة ومكعبات فليفلة خضراء، ممكن نضيف كزبرة مفرومة أو شبنت مفروم، ونقلب الكل مع بعض. نصب الماء المغلي حد اللي يغطي الدجاج، ونضيف الملح بس لا نكثر لأن مكعبات مرق الخضار فيهم كمية من الملح. ونترك الدجاج يغلي في البداية على نار عالية، بعدها نخفف النار ونغطي القدر ونخلي الدجاج لحد ما يستوي كليا. وفي هذه الأثناء نجهز التتبيلة لمسح وجه الدجاج علشان ندخله الفرن يتحمر. حطيت الدقوس، بإمكانكم تضيفون التندوري أو بهارات الكيجن أو بهارات الجرك، وياهم هيل المطحون والزعفران وزيت الزيتون وماء الورد. بإمكانكم تضيفون ماء الكادي اللي هو مفضل في الكبسات، المندي أو البخاري. وأضفت للتتبيلة صفار الزعفران وهو اختياري، لكنه راح يضفي لون برتقالي ومحبب للدجاج في أطباق المندي. بعد ما يستوي الدجاج نشيله ونحطه على صينية مفروشة بورق الزبدة. وأما المرق لعيش المندي بإمكانكم تصفونه إذا تحبون، وما ننسى نعادل الملوحة. ونضيف العيش، وفي هذه الأطباق مثل المندي، البخاري أو الكبسات يفضل نستخدم رز المزة، وإذا مو متوفر ممكن نستخدم رز بسمتي. ونتركه يغلي على نار عالية لحد ما يتشرب العيش المرق. نخفف النار لأقل شيء ونغطي القدر حتى يتسبك العيش، ويفضل نحط تحته الحديدة لتوزيع الحرارة بشكل متساوي. نحمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية بس من فوق، ونمسح الدجاج بالتتبيلة اللي حضرناها وندخله الفرن حتى يتحمر ويعطينا لون جميل. وصلنا لأجمل خطوة وهي النتيجة، ولهذا الطبق أعطيه 10 من 10. وأترككم مع شكل الطبق، ويا ليت تشمون ريحته. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. نلتقي مع طبق جديد من مطبخ ديليش بوت. لا تنسون الاشتراك، واسعدوني بلايك وكومنت، ومع السلامة.